اول وصفه هنبتديها مع بعض هي وصفه الكانيلوني بعجينه السمبوسك. طيب المقادير بتاعتنا، عايزين الرقائق بتاعت السمبوسك، عايزين بصله صغيره، نص كيلو صدور دجاج مقطعه صغير، 1 كوب فطر طازه مقطع صغير، 1 كوب سبانخ برضو مقطعه، مكعب مرق، 2 كوب كريمه سائله، رشه جوزة الطيب، ملح وفلفل، جبنه زي ما انتوا عايزين، بس انا بفضل في الوصفه دي الجبنه الايمنتال لانها بتليق على السبانخ، وعايزين معلقتين كبار من الزيت. هناخد دلوقتي نقطة شوية زيت كده وهنحطهم على النار. طبعا النار عندنا سخنة، انا مسخنة الطاسة. هنحط البصلة. طيب هنحط دلوقتي الفراخ متقطعة صغير خالص. بس تبتدي كده تستوي عندنا الفراخ، هنحط بعد كده المشروم والسبانخ، ودول ما بياخدوش وقت على النار خالص. عندنا بقى هنا شوية ملح، شوية فلفل، ادي كده. هناخد بقى دلوقتي المشروم، على ما ده بقى يستوي خلينا كسرولة نحط فيها حتة زبدة صغيرة، بس حتة صغننة كده، ممكن تستغنوا عنها يعني. هنحط بقى دلوقتي الكريمة اللي عندنا، ونحط مكعب المرق، وكده نبقى احنا جهزنا بالصوص اللي هنحطها، وبنقدر نخففها بشوية مية، يعني بنحط تقريبا نص كوباية مية عليها. ليه؟ لان احنا هنخليها في الفرن تقريبا 25 دقيقة، فالمية اللي احنا حطيناها دي هتتبخر، فيفضل لي الكريمه تاني، بس ايه، اكون حطيت سائل كفايه للسمبوسك علشان تستوي فيه. طبعا لو جايبين النوع اللي في انواع بتتحط في الفريزر وفي انواع ما بتتحطش في الفريزر، لو جايبين النوع اللي بيتحط في الفريزر طبعا لازم نطلعه قبليها بمده. خلينا نحطه قدامنا كده علشان نفرده على طول. نحط بقى السبانخ، وكده خلاص دي اخر خطوه للحشوه بتاعتنا. خلاص انا بس هقلب بقى كده السبانخ تقلبتين مع الفراخ، بس ايه، هنخليها تهدى شويه وبعدين نبتدي نحشيها. الصوص بتاعتنا كمان البيضه دي خلاص تقريبا جاهزه. اول حاجه هنعملها، هنعمل ايه، عايزين ناخد شويه من الصوص اللي احنا عملناها اللي بالكريمه اهي، ونحط شويه منها في قاع البايركس بتاعنا. زي ما قلنا بتقدروا تنكهوها بريحان، ببقدونس، زي ما انتوا عايزين، ونحطها في ال، نبتدي من هنا سمبوسك بتاعتنا بهذا الشكل. بتقدروا تعملوا ايه بقى لو تحبوا كمان، بتقدروا تعملوهم اتنين اتنين، يعني بصوا خدوها كده واعملوا كده، شايفين؟ فكده هتبقى الكمية عندنا بتاعت الحشوة أكبر، يعني أنا بفضلها كده الصراحة. وكده اهو، ها هناخدها بقى نلفها، ومش مضطرين إن احنا نلزقها، يعني بس لف كده. يا جماعة الطعم بيطلع خرافي الجمال، يعني ما تتصوروش قد إيه بتبقى لذيذة وقد إيه موفرة. عايزين بقى نزود شوية هنا في الاطراف كده، بنحط كده هنا شوية عشان تبقى مليانة كويس، وهنا شوية اهي. هاخدها احطها بقى كده هنا، بصوا قد البايركس بالظبط، ممتازة. فبجميع الاحوال احنا علشان تطرى هنحطها دلوقتي هنا كده، هحط عليها دلوقتي الكريمة بتاعتنا اهي بهذا الشكل. خلاص كده حلو قوي. هناخد بقى دلوقتي
الجبنة اللي عندنا وهنحطها على الوش بهذا الشكل، وهدخل الكلام ده كله على الفرن زي ما اتفقنا على درجة حرارة 200، يعني بسيبها تقريبا نقول 25 دقيقة. 25 دقيقة ممتاز.